إذن انتصار لمانشستر يونايتد مشاهدينا الأعزاء بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة للغاية، في مباراة كانت صحوة بالنسبة لتنهاج وأيضا مانشستر يونايتد مشاهدينا الأعزاء بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة في الديربي. استطاع الانتصار واستطاع أن يقدم تنهاج في هذا اللقاء بعد أن لعب بواقعية أكبر كابتن ياسر أن يقدم 3 نقاط لمانشستر يونايتد. يعني تنهاج اليوم صراحة تحكم في المباراة وفي مجريات المباراة عرضا وطولا طوال 90 دقيقة، وساعد كذلك أعتقد البداية في التشكيل السيء اللي بدأ فيه كلوب بالنسبة لليفربول بالذات في وسط الملعب. اللي شفناه من ال 11 لاعب من بداية المباراة حتى مع وقت التغييرات كان مجهود بدني عالي ولا كان من فراغ. انت قاعد لو تشوف كيف الالتحامات الفرديه بين لعيبه مانشستر والفرق بين لعيبه ليفربول لما يخسرون الكوره، الارتداد في الهجمه اعتمد كليا على 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 قوه ارتداد ومهاره لعيبته في 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 سرعه الانطلاق والانتقال ونقل الكره من ملعبهم الى ملعب الخصم، استغلال اقل الفرص. الهدف اللي ولد في مرمى هذا كان وارد نتيجه محاوله الضغط اللي كانت موجوده من ليفربول، حتى لو كان ضغط عشوائي، وهذا دليل انه الهدف اتى من يعني من كره ثابته من 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 ركله ركنيه يعني. ولكن تنهاك صراحه يعني وكتيبته عملوا عمل جبار. أعتقد أنه لن يكون هذا المستوى أو هذا المجهود مستمر معهم في المباراة القادمة، لأن هذه المباراة بشكل تحمل حالة خاصة وطابع خاص يعني. كذلك ليفربول ساعد في أنه مانشستر يسيطر على المباراة بالسيطرة الكاملة. طبعا التغييرات كانت مستغربة من قبل تنهاج منذ البداية، يعني كان يواجه ضغط كبير على مستوى الإعلام الإنجليزي. الإعلام الإنجليزي يعتبر من يعني من العوامل الصعبة للغاية لأي مدرب وافد جديد بالنسبة لكرة القدم، وبالتالي واجه صعوبة بالغة في عملية التعامل مع الإعلام، ناهيك عن وجود ضغط جماهيري، ناهيك أيضا عن وجود أيضا تطلعات بالنسبة لمانشستر يونايتد. الفوز يقنع أي حد، هو المدرب قرارات والمدرب رهانات، فالنهاردة هو كسب كل القرارات وكسب كل الرهانات حتى بتغييره المارسيال اللي احنا قلنا ليه مارسيال، هنشرح ليه مارسيال بعد كده. فاعتقد ان برضو حتى في الامور ممكن تغيير سانشو كان فيها نوعا ما خطأ كبير، انما هو عاوز يأمن وسط الملعب، يدي لعيب زيادة في وسط الملعب عنده قوة بدنية زي فريد. على الناحية التانية كانت التغييرات متوقعة بالنسبة لكلوب، ايضا فابينيو وكارفايو غيروا من وسط الملعب وشكل وسط الملعب، انما كان متاخر. والفريق اللي قدامه اليونايتد افضل في كل الاتجاهات، البدايات كل الاشواط. اجي بس هنا عند تغيير رونالدو، انا اشوف احترافيه من رونالدو، انما ما لهاش داعي، اسم كبير، هو مش لعيب صغير في اخر 5 دقائق تنزله، انما هو تعامل مع الموقف تعامل باحترافيه واحترام كبير يحسب ليه. انما انا ما احبش كده، انا ما احبش اللعيب الكبير طالما هو مش هتلاعبه او بين الشوطين او حاطه ضيق، ما فيش بقى داعي ان هو 6 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، انما الاجمالي ككل هي مباراه عوده الروح. طيب هو طبعا الان كريستيانو رونالدو كابتن محمد محط انظار الجميع، انت لديك وجهه نظر حول دخول كريستيانو رونالدو، تعامل باحترام واحترافيه، لكن تنهاج اختار الواقعيه اكثر. ايوه ما عشان كده انتصر يعني. انا بقول لك هو كسب الرهانات وكسب قراراته، فمحدش يقدر يلومه. ولو شفنا التغييرات رونالدو كان التغيير بتاع في المهاجمين، لو تيجي ترتب المهاجمين دلوقتي الاخير تقريبا، طيب فالطبيعي جدا ان رونالدو كان عاوز يمشي وهو كان متمسك بيه، فخلاص دلوقتي سيبه لو هو عايز يمشي. انا قلت لازم تحاول تقعد معاه وتقنعه، فالنهارده وصل الطريق ما بين رونالدو وتنهاج لطريق مسدود. ما هو الافيد لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي؟ انا كنت عايزه يستنى ويبقى متواجد لانه هو اسم كبير وهيفيدهم، انما بهذا الشكل مش هيفيد، هيضر. فرحيله طالما هو عايز يمشي خليه يمشي، مع ان انا اشوف لازم يبقى التعامل معاه افضل من كده، اريح لكريستيانو واريح للفريق. لتنهاج خلاص عندك انت مقتنع بمارسيال وراشفورد وسانشو، الشكل اللي هم قدموا بيه هذه المباراه هيفيدوك، انما هم ما عندهمش استمراريه في المستوى وفي الاداء. انما معظم المباراه النهارده تقول لي ايه اهم ميزه، اقول لك الروح. طيب. اللي كان فقدها الفريق في اول مباراتين الروح عاليه قوي. اريد ان ابقى لك مع كريستيانو رونالدو،
أريد أن أبقى مع كريستيانو رونالدو. يعني الآن تنهاج أجلس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء. لو كان كريستيانو رونالدو منذ بداية المباراة موجود مع الفريق، هل سيتغير الفريق؟ هل سينتصر الفريق على سبيل المثال برأيك؟ لا، هو السبب الحقيقي لاختيار تنهاج لهذه التشكيلة واختيار أنه يضع كريستيانو في الاحتياط هي المتطلبات اللي كانت على رأس الحربة اللي حيكون في المباراة. يعني لو كان كريستيانو مكان راشفورد في الشوط الأول ما حيتعامل بالضغط بالشكل هذا. كريستيانو مش من نوعية اللعيبة اللي حيضغط وحيتراجع إلى 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 وراء إلى خلف منتصف الملعب. بالعكس، يعني كريستيانو من اللعيبة مجرد وجوده في الأمام كفيل بأنه يثبت اثنين من المدافعين في الخلف. ولكن اللي كان يتطلب طريقة اللعب التكتيكية اللي اختارها تنهاج لهذه المباراة بالذات كانت لا تناسب كريستيانو رونالدو أبدا، كانت تناسب لاعب مثل راشفورد أو حتى مارشيال لو كان في جاهزيته. نعم. من البداية هذا يعني بأن لا حاجة لكريستيانو في مانشستر يونايتد. لا، أنا تكلمت لك المباراة هذه اليوم تختلف تماما. ترى المباراة القادمة قد لا يظهر مانشستر بما ظهر فيه اليوم، خصوصا المجهود البدني اللي قدموه اليوم مجهود خرافي وعالي جدا. صحيح. مرحلة يعني الاستشفاء اللي يحتاجه للمباراة القادمة، كذلك طريقة اللعب للفريق المنافس، الأجواء الآن هذا فوز معنوي أكثر من أنه كون أنه فوز فني أو نجاح تكتيكي في المباراة، هو معنوي أكثر من أي شيء آخر. دعونا نستمع لجماهير مانشستر يونايتد فرحا بعد هذا الانتصار الأول هذا الموسم مع ضياء الفاتح. كيف انتصر مانشستر يونايتد مع كابتن محمد أبو تريكة؟ طبعاً لديك الكلمة، تفضل. ماشي كابتن عزيز، هو السيناريو حلو، كل مكان فيرمينيو ينزل في نص الملعب كل مكان واحد فيهم بينزل معاه، فدي أدق التفاصيل، لأن كان كل الحالات في بعض المباريات فيرمينيو ينزل يبقى كان بيبقى زيادة عددية على وسط الملعب. هنا مارتينيز قريب منه، خطف الكرة، منع التحول، استحوذ الفريق ككل. أدق التفاصيل، فاران ومارتينيز مباراة كبيرة، المهم الاستمرارية بالنسبة للفريق. نيجي الحاجة التانية المهمة جدا اللي احنا قلنا عليها، ازاي ضرب الأجنبي أو أطراف ليفربول اللي هي الدفاعية فيها نقاط ضعف مهمة كبيرة جدا. عمق الملعب كان مكشوف النهاردة بغياب فيبينيو، واتكلمنا على دور فان دايك في عملية عدم التغطية وعدم الرقابة، ومفيش ضغط على سانشو في الهدف الأول. فالنهاردة مباراة كبيرة ورغبة وثقة ومهارة، تبقى مشجع لليونايتد ومتابع تبسط ان ده فريقك، بس المهم الاستمرارية. نيجي بقى للتغيير اللي احنا استغربنا بين الشوطين، نازل مارسيال ليه مع ان إيلانجا كويس، وده دوره في عملية ان هو يبقى محطة، ودوره الابرز في الهدف الثاني اللي عمله التمريرة بالنسبة ليه. هنا دوره استنى كويس، ربط كويس مع راشفورد الناحية اللي كانت موجود ناحية رمان ناحية ارنولد، لأرنولد طبعا بيتفرج زينا، وعدم التفاهم الموجود ما بين فان دايك وأيضا جوميز، تبريرة في توقيت مناسب، ومهارة وثقة بالنسبة لراشفورد. فكل قرارات تنهاج النهاردة 100-100. والله شغلك أنت 100-100. برافو. طيب خلاص، أنت تعال وخلي كابتن ياسر يدخل الملعب.